الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن الظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم عالم الغيب قل اللهم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم
من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم
لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين اللهم يا ربنا اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترى نسألك يا الله يا رحمن لجلالك ونور وجهك اللهم استعمل بكتابك أبداننا وأطلق به ألسنتنا واشرح به صدورنا فإنه لا يعيننا على الخير إلا أنت ولا يؤتينا غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارحمنا في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الأيام الفاضلة واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأعتق رقابنا من النار اللهم لا ينقضي هذا
الشهر المبارك إلا وقد أذنت لنا بذنب مغفور وبسعي مشكور وبعمل متقبل مأجور وبتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار. اللهم أكرمنا اللهم أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم أمواتنا وارحم أشياخنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجز عنا وعن المسلمين أصحاب النفقات. اللهم اجزهم كل الخيرات وبارك لهم في أرزاقهم وبارك لهم في ذرياتهم وتقبل منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك في عمار هذه المساجد وبارك في بناتها وبارك في مشيديها وبارك في القائمين عليها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والنار حق والنبيون حق ولا إله إلا أنت. اللهم يا رب فاغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر واكتب لنا ثوابها واكتب لنا ثوابها واكتب لنا ثوابها إيمانا واحتسابا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وأيدهم على أعدائك وأعدائهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. I'm
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.